أحبائي، سعيد لي صباحكم إن شاء الله، أتمنى تكونوا بخير يا رب. Bonjour tout le monde, good morning, buongiorno. فيديو اليوم مثل ما شفتوا في العنوان مخصص للتشيزر المطارد، سنشرح نفسيته ونتكلم بعض الشيء عن المورفولوجيا لديه والجنس كذلك. أولا مثل ما تعرفوا أنا منحبش نمر على أمور دون شرحها، وأكيد أنا لما عملت فيديو الهارب في المرة الماضية لم أكمل الكلام عنه. أنتم طالبتم بالمطارد حتى تقوموا بالمقارنة، تعملوا مقارنة، ومش من المفروض تعملوا مقارنة، لأن الشخصين كل منهما مختلف عن الآخر، ولا مجال للمقارنة بينهما ولا مجال للمفاضلة كذلك، لأنه في كثير من الأحيان تتم هناك عملية مفاضلة من خلال الوظائف، يعني الهارب والمطارد، وهذا مش مقبول تماما بالنسبة لي. اليوم سيكون بالنسبة لكم أكيد شيء صادم الشيء اللي حنقوله فيما يخص العلاقة بسرعة عامة. أولا في الفيديو السابق الكثير منكم قد لاحظ قال لي أنا مطاردة ولكن عندي هذه الصفات اللي حكيت عليها، وبعض الأحيان الهاربين قالوا أنا هارب ولا أملك هذه الصفات اللي حكيت عليها، وهذه هي النتيجة اللي كنت نحب نوصل لها. أردتكم أن تصلوا إلى نتيجة مفادها ما يلي، هو أن الإنسان الكائن البشري لا يمكن أبدا في أي حال من الأحوال وضعه في إطار ما، وأنه الناس اللي تحتوا لتوأم الشعلة السابق مع كل احترامي لهم أكيد، لأنه كل من بذل جهد في هذا العالم أنا أقدره، أوكي؟ لكنهم لم يضعوا أبدا المفهوم الكامل والشامل، لأنه صعب أنك تشمل جميع الصفات اللي تميز بها الهارب، وصعب أنك تتحدث عن جميع الصفات اللي تميز بها المطارد. لما نقول صفة هنا أتحدث عن كل شيء، الصفات الشخصية والنفسية والطاقية والفيزيائية و هذا من سابع المستحيلات أنك تحصر إنسان في إطار معين. لذلك إحنا لما نقول أن الهارب يعاني من الرفض، فمعنى ذلك أننا أثبتنا له صفة من الصفات. هذا لا يعني أنه لا يملك صفات أخرى. ولما نقول أن أن المطارد يعاني من الترك، فمعنى ذلك أنني أثبتت له صفة من الصفات، وهذا لا يعني تماما أنه لا يملك صفات أخرى. دكو؟ حتى برك تفهموا، لأنه المرة الماضية كنت حسيتكم ضايعين، أنا مطاردة ولا هاربة؟ أنا لا أبحث، أنا كشخص، أنت كشخص أو أنت كشخص لا تبحث عن نفسك ما هي الوظيفة التي تؤديها في هذه العلاقة، لأن الوظائف ستتغير، ممكن أن تتغير في أي وقت. ابحث عن طاقتك أنت، ما هي الطاقة حتى الطاقات تتغير، حتى الطاقات تتغير. لاحظوا، يعني ممكن الشخص اليانغ لما يلتقي بالين ويبدأ فيهم بينهم تبادلات طاقية، طاقة الين تزيد عنده، يحصل عنده اتزان، فيقول لي ما يحسش بطاقته اليانغ أو ما تأثرش عليه بنفس الطريقة. الأشخاص اللي متابعيني بعمق منذ أن بدأت الحديث عن توأم الشعلة سيفهمون اليوم الكلام الذي قلته، أنا أعرف أنهم سيفهمون. أما الأشخاص الذين يبحثون فقط عن إجابات، يعني شخصي يريد أن يرتاح، يريد أن يريح عقله، فهذوك الأشخاص للأسف الشديد لن يجدوا الراحة عندي لن يجدوا الإجابات في صفحتي، لأن صفحتي للأشخاص الذين يفكرون ويحللون، وليست للأشخاص الذين يريدون أن يرتاحوا أو أن يجدون إجابات. طيب، سأجيب على السؤال الأول، سؤال أول بسيط في هذا المقدمة سأجيب عن هل الهارب
يمكن أن نثبت له فقط، أكيد كلكم رح تجاوبوا معي الآن، هل الهارب يمكن أن نثبت له فقط صفة الرفض أو عقدة الرفض؟ الإجابة هي لا، الهارب ممكن نثبت له كذلك جراح أخرى مثل جرح الخيانة ومثل جرح الترك، الترك اللي رح نتحدث عليه اليوم، اللي هو من المفروض الجرح الخاص بالمطارد، ولكن مع ذلك الهارب كذلك قد يعاني منه. وكذلك الهارب نقدر نزيد له جرح الظلم، يعني تقريبا الهارب ممكن نثبت له 4 جراح من الخمسة، والمطارد كذلك. اليوم حتى لا تتشتتوا، الفيديو اليوم هو جزء من عمل كبير أو من عمل متسلسل أنا أقوم به. فاليوم المرة الماضية أثبتت لكم الرفض للهارب، لكن مازال صفات أخرى سأثبتها في فيديوهات لاحقة، يعني مازال عندي صفات أخرى لازم نحللها. واليوم سأثبت صفة التعلق بالنسبة للمتروك، بالنسبة للطاقة اليانغ، ومازال هناك كذلك صفات سأتحدث عنها في المستقبل إن شاء الله. أوكي؟ يعني هذا فقط حتى ما تنصدموش، تقولوا كيف تتحدث عن التعلق والتعلق ليست لا نراه صفة، لا، التعلق هو أحد أهم مشاكل المطارد، هو هي أحد أهم مشاكل المطارد التي ينبغي أن يتخلص منها. أن فابيان مارشان قام بعمل جيد جدا فيما يخص توائم الشعلة، ووضع الحقيقة، وضع ممكن يكون هو أول من وضع التصنيفات، لا أدري، يعني تشيزر أند رانر، لا أدري، لكن أعتقد أنه من بين أهم الشخصيات التي شرحت هذه المفاهيم. لكن أنا بالنسبة لي كشخص، أكيد كل واحد حر في رأيه، هذا العمل ناقص بالنسبة لي الأفراد الذين عاشوا أو يعيشون في الوطن العربي، لأنه فابيان عمل دراسته على ديكا أو على حالات تعيش فقط في أوروبا أو في أمريكا، يعني في يعني في فرنسا وخارج فرنسا في أوروبا، ويعني كلها في الحقيقة كل الأشخاص اللي شاركوا في السونداج عنده، يعني في العمل لديهم أشخاص يتميزون بحرية، بين قوسين، أولا بحرية جنسية أكبر بالمقارنة مع الناس في الوطن العربي، ثانيا يتميزون كذلك بجراح طفولة مختلفة عن جراح الطفولة اللي يعاني منها الشعب العربي. هذا أول ملاحظة لازمكم تعرفوها. ثانيا حبيتكم اليوم تتصوروا معي شيء راح يفيدكم جدا جدا جدا، أوكي؟ لأني أعرف أنكم مشتتون. تصوروا العلاقة مثل البيضة دائرة، يعني هذه الدائرة من الطاقة، قلت لكم في فيديوهات سابقة، هذه الدائرة من الطاقة نصفها في مكان والنصف الآخر في مكان، لما تلتقي هذين الشخصين يعملوا دائرة طاقية. اوكي، فانتوما الآن معي تخيلوها في ذهنكم أن هذه الدائرة بها نقط فراغ، فراغات متعددة. فتشيزر أند رانر بمشاكلهم الطفولية، بمشاكلهم العاطفية، بمشاكلهم الشخصية، كل شيء يجي يغلقوا هذه الفراغات. هذا هو العمل اللي لازم يعملوه، هذا هو لو ترافاي كي دو فير، العمل اللي من المفروض يعملوه. لأنه إذا شرحنا العلاقة من الناحية النفسية فقط سيكون الشرح ناقص.
إذا شرحناها من الجهة العقلية أو المفاضيق الروحية، سيكون إذا شرحناها من الجهة الروحية سيكون العمل ناقص، إذا شرحناها كذلك من الجهة النفسية سيكون العمل ناقص. فلازم كل هذه النواحي تجتمع حتى ماذا؟ حتى تعطينا هذه البيضة، هذه البيضة الطاقية هذه أو الدائرة الطاقية هذه اللي نبحث عليها. الوطن العربي مثل ما تعرفوا يعاني بشكل كبير من مشاكل مادية يعني وسياسية، فقر، حرب إلى آخره، وهذا في نظري لا يمنع بين قوسين، لأنه هناك أشخاص ممكن يقول لك يعني من سبع المستحيلات أن يكون فيه توائم شعلة في الوطن العربي. لماذا؟ بسبب الطاقات اليانغ، بسبب لأن الطاقة اليانغ هنا مختلة جدا جدا بسبب المشاكل الاجتماعية الموجودة في الوطن العربي. لكن أنا كشخص أنا أؤمن بأن التوائم قد توجد في الوطن العربي موجودة، رغم الحرب ورغم الفقر ورغم المشاكل السياسية والمشاكل الاجتماعية إلى آخره، إلا أنها موجودة. ولكن لاحظوا معايا هذا هو الشيء اللي حبيتكم توصلوا له اليوم، لازم تفهموا، لأنكم إذا تتبعوا أقوال هكذا من دون ما تفهموها وتحللوها مش راح توصلوا النتيجة. البروفايلات لتشيزر والرانر في الوطن العربي مختلفة جدا جدا وحادة أحيانا، يعني ممكن نوجد شخص عنده مشكل جنسي، وممكن نوجد شخص كل هذه المشاكل ناجمة عن جراحة الطفولة. ها لازم تفهموا أنه كل هذه المشاكل ناجمة عن ماذا؟ عن جراحة الطفولة. كلهم من دون استثناء، لاحظوا كلهم من دون استثناء، سواء تشيزر أند رانر في الوطن العربي عانيوا من شكر الجذر، من التجذر، عندهم مشكلة تجذر لأسباب كثيرة راح أذكرها فيما بعد، كل ما يحين الفرصة سأذكر بعض الأسباب. أكيد أهم سبب هو أولا لكارونس أفكتيف، النقص العاطفي اللي عانوا منه في الطفولة. وعندنا أحيانا نقص تلبية الحاجات المادية، يعني كالغذاء والأكل والملبس والمأوى و و و وأحيانا نقص المظهر الاجتماعي، يعني الطفل الصغير في الوطن العربي ما يخرج للشارع يتعرض للإهانة، للظلم، للضرب، الكثير من الأمور. وطبعا مثل ما قلت هذا سيعطي لنا بروفايلات ملونة، يعني لا تدخل أبدا في إطار بحوث مارشان ولا في إطار بحوث أي شخص في الولايات المتحدة أو في فرنسا أو في أي مكان. أوكي؟ بالإضافة إلى أنني أدخل الخوف من الترك، الخوف من الترك، la peur، لأن الترك ليس كعقدة، أنا لا أتحدث عن الترك هنا كجرح من جروح الطفولة لأنه شيء آخر مختلف. أنا أدخل الترك اللي هي الترك بمعنى la perte de فقدان الشخص الذي تعلقنا به، هذا هو بهذا المفهوم، فهموه بهذا المفهوم pour le moment، راح نعطيكم مفهوم حقيقي. أنا أدخل خوف من الترك عند الطرفين، عند تشيزر وعند الرانر، كلاهما يخاف من الفقد، سواء المطارد سواء الهارب، وكلاهما مسيطران، سواء الهارب أو المطارد كلاهما يقعان في الكنترول. ورح مثل ما قلت، يعني لو تبعوا معايا رح تفهموا أن كلا الشخصين سواء الهارب والمطارد يعانون من ماذا؟ يعانون من 4 إلى 5 من جراح الطفولة، مش واحد فقط. لذلك التصنيفات، يعني تصنيف الهارب والمطارد ستسقط. أنا في نظري ليس هناك هارب وليس هناك مطارد، وهناك طاقتين يانغ ويينغ سيجتمعان ويكملان بعضهما البعض، كملوا بعضهم البعض حتى يكونوا هذا الحبل الطاقي أو هذا الدائرة الطاقية. طيب سأعود إلى المطارد، يعني إلى فيديو اليوم، لأنه وقبل ما نمر كذلك لا تفكرت تذكرت شيء مهم نتكلم عليه قبل ما نمر. الهارب يمكن أن يهرب لأي سبب أو أي جرح من جراح الطفولة اللي عاشها، ذكرت لكم في الفيديو السابق.
والمطارد كذلك قد يهرب أو قد يتمسك بالعلاقة لنفس السبب، يعني بسبب جراح الطفولة اللي حدثتكم عليها المرة الماضية. وكذلك هناك شخص، أعتقد هناك بنت، أحد السيدات قالت لي لماذا أجذب، ذكرتها الآن، لماذا أجذب إلي الأشخاص الذين يريدون الجنس. أولا أنا في الحقيقة، يعني سؤالك كإطار يعني خاطئ في الحقيقة، وهذا ليس تقليلا منك أبدا، بل هو برك شرح. يعني ما معنى أنك تجذبين الأشخاص الذين يريدون الجنس؟ الجنس ليس هدية تقدمينها لشخص ما، الجنس حاجة بيولوجية. ها، الجنس هو حاجة بيولوجية، مثل النوم والأكل والشرب و و و و, و إلى آخره. أوكي ماي بيبي، أنت لما تقولي أجلب الأشخاص الذين يريدون الجنس، يعني كل الناس من دون استثناء، كل الرجال أو النساء من دون استثناء، من المفروض أن يكونوا أشخاص يمارسوا جنس، لأنه هذا هو المعقول، هذا هو الطبيعي، هذا هو العقلي. يعني الجنس ليس رذيلة يا جماعة، لأنكم لا أدري في الوطن العربي تحقرون الجنس وتجعلونه رذيلة. الله سبحانه وتعالى اللي هو الخالق جعل الجنس جعله ماذا؟ جعله الطريقة التي نحصل بها على الأطفال. ها، c'est une façon de créer l'humanité. الجنس طريقة تحصل بها على طفل، على الحياة، على بشر جديد، على إنسان جديد، على روح جديدة. أوكي، تقولوا لي الآن أنا لا أدري أحرض على الجنس وكذا ولا أدري، إذا كنت راشدة، شخص راشد، يعني وتريدين لا أدري تبادل العواطف أو تبادل الجنس مع هذا الشخص اللي تحبيه، وترين أن هذا حرام، فبإمكانك الزواج به. أنا عندي الأمور بسيطة، أنا بالنسبة لي كشخص الأمور ليست معقدة، أحب هذا الشخص أتزوج به بكل بساطة. ولو الزواج ليس لا أدري أنا عقدا مدنيا، أو لازم يكون عقدا مدنيا في محكمة أو في كنيسة أو في و لا، الزواج ممكن أنك يعني تطلبي من إمام، إذا كنت مسلمة تطلبي من إمام أنه يجي يشهد لك وتتزوجين بالشخص الذي تحبينه بكل بساطة، إذا أردت أن تمارس الجنس في إطار شرعي. يعني أنا بالنسبة لي الأمور ليست معقدة. أوكي، فالأسئلة اللي تسألها لي فيما يخص الجنس والإجابة اللي أعطيتها لك لما قلت لك أنه ليس غلطتك، لأنني لا أريدك أن تتحملي مسؤولية الآخر. إحنا كل واحد فينا يتحمل مسؤوليته هو فقط كشخص. أنا لا يهمني الشخص الآخر كيف يفكر وماذا يريد، أجو منفو. أنت لا تبالين، أنت نساي الشخص هذا والأشخاص هذو، تفكري في نفسك أنت ماذا تريدين، تتنفو دي زاطر، يعني ما على بالكش بالناس وش تحب. أوكي.